يعطيهم العافية العطاوي ما قصروا للاتصالات جزاهم الله خير. أرسلوا لي الآيفون الجديد 16 آخر موديل مع شاشة الحماية وباكج الحماية بالكامل ضد بعد المساكة الخلفية مع البطارية مع الشاحن مع الرأس الجداري الله يعطيهم ألف عافية. وأنا دائما لا بغيت أغير جوالي وأنا في الرياض في منطقة الرياض ما تعدى العطاوي للاتصالات. شكرا العطاوي. السلام عليكم يا أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن اليتامى قل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل. كل الآيات السابقة بعد السؤال تأتي كلمة قل. أي يا محمد بلغهم طمنهم إلا آية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. في كل أسئلتنا لله عز وجل في طرف ثالث، أما القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في سؤالك الله وطلبك له والدعاء. الدعاء ما بينك وبين الله واسطة. اطلب ما تشاء من رب السماوات والأرض، بالدعوات تتحقق المعجزات. شكرا. بعرفكم على شيء اللي منهد حيله هالفترة من أهل الرياض خصوصا شرق الرياض يروح له حاجة، إنما إيه شيء فريد من نوعه بتشوفون الآن. والله ما مش قاعد أبالغ، كثير نشوف مراكز السبا والمساج والحمام المغربي والسونا وما شابه، كثير منتشر بالسعودية بشكل يعني كبير جدا، لكن وين التميز؟ وين الشخص اللي يجيب فكرة فريدة من نوعها في هذا المجال؟ اليوم حنا رايحين لشيء مختلف بكل تفاصيله، ينفع لإخوان الرجال والخوات الغاليات. شيء بتدخل تقول هذا مش مركز سبا، هذا شيء من الخيال، تحفة معمارية على خدمة لا يعلى عليها، على ابتكار واختلاف. وش الابتكار؟ اليوم أنت أخت الغالية رايحة عندك زواج، عندك مناسبة، عندك صديقة يهمك انها تاخذ عنك الانطباع الاول احلى ما يكون. الله وروح هناك صنفرة مساج بوديكير مناكير يا شيخ من الالف الى الياء، زودن عليها تسريحات الشعر هناك ناس. الله وروح هناك صنفرة مساج بوديكير مناكير يا شيخ من الالف الى الياء، زودن عليها تسريحات الشعر هناك ناس. كذلك انتم يا اخواني الغالين، بس تعال بثوبك وشماغك وداعا المراكز المساج والسبا اللي تخلص منه تروح للبيت تتروش وتلبس من جديد. لا لا لا، هنا تعال بكشختك، ادخل حط ملابسك لها عناية خاصة، ينفضونك من راسك لرجولك وتحلق وتتزبط، اكشخ والبس وروح للزواج، روح لمناسبتك، روح لصديقك اللي عازمك في الكافي. تحفة معمارية تستحق التأمل. يا سلام، سلم والهدوء اللي يعم المكان. ساند سبا رمل المساج. ويلكم. ما شاء الله عندك التمر والقهوة والعصائر. ثم إن كنت من خوات الغاليات عندكم ريسبشن النساء، وإن كنت من إخوان الغالين عندك ريسبشن الرجال. خلوني أفرجكم على القسم النسائي. بسم الله. شيء مختلف بكل تفاصيله، استخدام الملح، السحب الشحنات الكهربائية، محاولة إزالة التوتر القلق لين ما يجي الدور عليكم. لما أقول شيء فريد من نوعه فعلا تراني صادق. هذا الجناح الخاص لو كان المكان زحمة حفاظا على الخصوصية، خوات الغاليات ما تبغون تقابلون أحد مثلا أو ما تبغون أحد يعرفكم، هذا الجناح الخاص. سكروا الباب، هنا كل الخدمات، كرسي البوديكير مناكير، سرير المساج، الساونا، البخار، الجاكوزي. شوف التفاصيل اللي تأسر ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمام المغربي، مكان الملابس أو التعليقات،
دورة مياه مع إطلالة تفتح النفس. أبيكم تركزون في الأفكار وفي التفاصيل. شيء فعلا متفرد. هنا وش الفكرة؟ الحمام المغربي. أنت جيتي معاك جروب يا أختي الغالية، أنت وأمك، أنت وصاحبتك، تبغون تسوون الحمام المغربي، تسالفون مع بعض عشان ما تطفشون. شفتوا كيف؟ غرفة بخار، دورتين مياه زي ما تشوفون، هنا مكان للحمام المغربي، وهنا مكان صاحبتك أو صديقتك أو أختك أو أمك أو خالتك عمتك. ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء ياخذ العقل. طلعنا الدور الثاني، بسم الله. خلاص كل شيء متوفر هنا. تطلعين يا اختي الغالية من الباب، خذي ملابسك وفمان البخار، الجاكوزي، الحمام المغربي، دورة المياه، تعليق الملابس. السالفة مش سالفة مساج وبس. شوفوا هالغرفة المتخصصة في المساج الكوري. ما شاء الله، ويلكم خواتي الغاليات اللي يعانون مع العناية بالشعر، استشوار الشعر، حرارة الاستشوار، يواجهون آلام. هذا طريقة المساج الكوري، وهذا الجهاز المتخصص في مساج فروة الرأس. هذا البوكس بتشوفونه في كل غرفة مساج. هذا مساج مختلف موجود، لو حابين تخوضون هالتجربة، هوتستون، الأحجار السوداء الساخنة. هذه ممتازة جدا للي يحبون المساج بالأحجار الساخنة، تجربة فعلا فعلا تستحق التجربة. المساج، البانيو، الشاور، ما يحتاج تطلع برا، حتى الإضاءة الخارجية موفرينها لك زي ما تشوفون. يعني تعيش أجواء مختلفة هنا. خواتي اللي جايات يزورون المركز في نفس الوقت، أهلا وسهلا، تقدرون تسوون تجربة البوديكير حتى في الخارج في الهواء الطلق. يعني في الشتاء الأجواء خرافية هنا. الدور الثالث يا أخواتي الغاليات خاص في الصالون والتجميل على أعلى مستوى، من الألف إلى الياء. غرفة مختصة أعلى مستوى، ما شاء الله تبارك الرحمن. تجربة هنا يا أخواتي الغاليات 100% راح تكون فريدة. أخت منى المسؤولة هنا عن قسم الصالون والتجميل الخاص في ساند سبا. وش اللي تقدمون هنا بالضبط؟ قسم الصالون نقدم فيه الصبغات والمعالجات والرموش الدائمة والمايكرو والتوريد الدائم وتنظيف البشرة. عندنا المعالجات أسبانية حصرية خصوصا المانوكا الساند سبا، ومعالج الكي اي تي معروف اللي هو الترند والماني، تنظيف الفروة اللي هو كيف المورفي، هذا ايضا عليه طلب كثير مع جهاز اللي هو تنظيف الفروة دائم. حدثينا عنه. المايكرو بليدينج وتوريد الشفايف، انا عندي 3 شهادات من الاكاديمية البريطانية، ما شاء الله، اكاديمية فايبروز واكاديمية سويس كلر. سويس كلر ما اخذتها 6 شهور برا السعودية، اللي هو تعليم الميك اب الدائم شعر الشعر. باجمل التجارب، والله يهنيكم في حياتكم. في القسم الرجالي، بسم الله. القسم الرجالي سلمكم الله، دورات المياه، النظافة، الريحة الطيبة، الجاكوزي الخاص بإخواني الغالي زي ما تشوفون. وتأخذون تجربة فريدة بخصم كبير. هذه الغرفة لشخصين، لو عندك أحد غالي عليك بتاخذ عليها خصم كبير، وتستمتعون بالحمام المغربي، الجاكوزي، الساونا، كل اللي له دورة مياه خاصة فيه.
ما شاء الله، والإطلالات اللي تفتح النفس. يا سلام سهلة. خلونا نطلع الدور الثاني ونستمتع بتجربة سبا الرجالي. ساند سبا تجربة فريدة من نوعها. لما تطلع الدور الثاني سواء قسم الرجال ولا النساء، شوف الإطلالة بس، المكان مفتوح على بعضه، طريقة دخول الإضاءة الخارجية الطبيعية شيء يدرس. يا سلام سلم. لو مش حاب تقابل أحد نهائيا يا أخوي الغالي، خدمة كاملة متكاملة، حتى تعليقة الملابس، الحمام الخاص فيك، لا تقابل أحد ولا هم يحزنون، تاخذ تجربة كاملة متكاملة وانت في مكانك. وين المكان، إطلالاته، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء فاخر من الآخر. اهلا يا تون. ما شاء الله. السلام عليكم. بانكوك تايلاند. يا جماعة بالمناسبة التايلانديين في عملية المساج، بالمناسبة ترى العمالة التايلاندية والناس المختصين في تايلاند في عالم المساج شيء صعب جدا، وين تحصلهم؟ لأن سعرهم غالي وجودتهم عالية جدا، ومو كل واحد يقدر يستخدمهم. التايلانديين في المساج، واللي راح تايلاند وراح بانكوك وبوكيت وجرب المساج هناك بينهبل على المساج التايلاندي. هذا تون خرافي مساجي يا جماعة. يلا عن اذنكم خلونا نستمتع بتجربة فريدة من نوعها. Thank you تون.